بسم الله الرحمن الرحيم. السنة الثانية إعدادي رياضيات، واحد الرياضيات السنة الثانية إعدادي. نستكمل مع هاد المعطيات خلاصات ونتائج. كل عدد موجب هو عدد أكبر من كل عدد سالب. هذه كنا قلنا فيما سبق، كل عدد موجب أكبر من السالب، ديما أكبر من السالب. كيما يكون هذا السالب بحال بغيت نقول لك الصفر، بحال شي سياج، بحال شي حائط بين واحد الأعداد كبر من أعداد أخرى أصغر. عندي أكبر العددين الموجبين هو الأبعد من نقطة الصفر. شوفنا عندنا هذا هو الصفر، هذا هو الحائط. الأعداد عموما في تدرج، هذه الإشارة إلى غير ذلك هي فقط إشارات. أما من حيث التمثيل إلى الأرقام، الأعداد كلها في تصاعد. هذا العدد الأول ديما صغر من اللي موراه، العدد اللي هنا صغر من اللي موراه، وهذا العدد صغر من اللي موراه، وهذا العدد صغر من اللي موراه، وهذا العدد صغر من اللي موراه، وهذا نفسه صغر من هذا، وهذا صغر من هذا، وهذا صغر من هذا. هذه صفة عامة. غير هو حنا انطلاقا من الصفر فوق سميناهم موجبين. تصور يكون جينا هنا وقلنا الأعداد اللي من ثلاثة الفوق أعداد موجبة، واللي من التحت سالبة. غنصدقوا نزيدوا هاد الأعداد كلها حتى هي مع السالبة، فهمتوا ولا؟ من حيث الأرقام إلى غير ذلك والتمثيل، يعني أننا استنتجنا بأن صفر هو العدد اللي تفصل بين هاد الأعداد. إذا طبعا قلنا بأن هاد الأعداد السالبة أكيد أنها غتكون أصغر من هاد، يعني كل عدد خديناه هنا طبعا غيكون صغر من عدد كاين هنا. الحمد لله بنفس الطريق، يعني ديما تلقاو هاد العدد صغر من هذا، هذا صغر من هذا، وهذا صغر من هذا. طبعا اكيد حنا عندنا واحد الفاصل هنا، عندنا واحد الفاصل هنا، اكيد اي عدد خطينا هنا غيكون كبر من عدد كاين هنا، وخا يكون حتى في اخر في الجنب ديال الصفر. علاش؟ يعني لان ما يقدرش يفوت الصفر عدو هنا. اذا هاد العدد اللي كاين هنا ديما كبر من هاد العدد، فهمتي؟ كيف ما يكون، واخا يكون هذا العدد غير هنا قريب الصفر، وهذا هنا، اذا هذا كبر من هذا، فهمتي؟ خدينا عدد من هنا، اذا هذا العدد كبر من هذا. اكبر عدد في السالب هو صفر ناقص 0.25. اكبر عدد في السالب هو ناقص 0.25. لا ماشي ناقص 0.25، ناقص واحد. يقدر يكون ناقص صفر، ناقص 0 مجموعة أصفار واحد. عندك هنا مثلا 0.1، هنا ناقص 0.1، هنا تقدر دير 0.0000 مع شحال من صفر ما لا نهاية واحد. ميمكنلكش تحدد الرقم، حيت يقدر يكون لا متناهي في الصغار. هادو لا، يكون مجاور للصفر بشكل لا متناهي، ممكن. هادو لا، يقدر يكون عندنا هنا 0.0000 مع شحال من صفر واحد. هذوك الاصفار ما غنقدروش نحكموا عليهم عاوتاني. الى عطيت انت واحد الرقم ديال الاصفار، يجي واحد اخر يعطيك رقم اخر من الاصفار يزيد عليهم، وبالتالي غنوليو في هذا الرقم لا متناهي. طبعا هو لا شيء، ولكن بعد الارقام هو يعني شيئا، فهمتوا ولا؟ اذا اكبر العددين السالبين هو الاقرب من نقطة الصفر. اذا طبعا العدد السالب هي اللي في الجهة، أكبره هو اللي تيقرب للصفر، قد ما قربتي للصفر، فهمتي ولا؟ إذا كان عندنا مثلا ناقص 0.0005، فهمتي؟ غتلقاي عدد آخر قرب منه للصفر، مثلا 0.0000 مع شحال من صفر ما لا نهاية، واحد، فهمتي ولا؟ ها هو قرب منه. هذا كبر من هذا، عندنا ناقصا، فهمتي؟ هذا من حيث القيمة، من حيث العدد، إلا حيدنا الإشارة، غيكون كبر من هذا، ولكن ملي غنضيفو الإشارة ديال الناقص، غيولي هذا هو الكبير، فهمتي ولا لا؟ علاش؟ لحقاش قد ما زدتي الأصفار هنا وبعدتي بهذا الشكل، قد ما تتقرب للصفر، وبالتالي بحال تتقرب تكون موجب، فهمتي ولا لا؟ إذا أكبر العددين السالبين هو الأقرب من نقطة الصفر، والعكس كاين هنا، أصغر الأعداد الموجبة هو اللي تيقرب للصفر حتى هو، تيقرب يقرب يقرب، بواحد الشكل لا متناهي،
الحمد لله. إذا عندنا مثلا هنا عندنا مثلا شوفنا عندنا 5.2 أكبر من ناقص 25.4 أكبر من ناقص 25.4 في حين اللي حيدنا الإشارة غيبقى العكس. عندنا هنا 47.5 أكبر من 46 طبعا لأن فيتها بواحد ونص. ثم عندنا هنا ناقص 34.7 أكبر من ناقص 40 طبعا إلا حيدنا الإشارة غتقلب العملية فهمتي؟ غتولي الأخرى أكبر من النتيجة غتولي هذه اللي أكبر من هذه. ثم عندنا لكل الأعداد العشورية النسبية أ و ب و ك لدينا ك مضروبة في أ زائد ب تتساوي ك مضروبة في أ زائد ك مضروبة في ب بحال اللي شفنا قبيلة فاش عملنا ب إكس فهمتي؟ افترضي بأن إكس هي هنا عندنا أ في إكس وعندنا ب في إكس فهمتي؟ احنا عملنا ب إكس هي هنا عطيناها ك حيت إكس الرقم حيت إكس غير ترمزوا به بواحد العدد موجب يعني أن الناس ولفوها الحمد لله. ممكن أننا نعمل ك ممكن أننا نعطي أي حرف أردنا الحمد لله. المهم أننا نبحث عن المجهول هذا هو المهم. عندنا عدد مجهول نبحث عنه عندنا واحد العدد مجهول نبحث عنه. إذا اخترنا واحد العدد اللي هو ك علينا أن نحافظ عليه طبقا لهذه القاعدة. طبعا أ و ب ممكن أننا نختارهما كيفما شئنا الحمد لله. المهم أن تكون عندنا القاعدة كما هي هنا. إذا عندنا ك مضروبة في أ زائد ك مضروبة في ب تتساوي ك. إذا هنا تنعملوا بك تنديروا أ زائد ب طبعا ك راحنا معملين بها. ثم عندنا ك مضروبة في أ ناقص ك مضروبة في ب ك مضروبة في أ ناقص ك مضروبة في ب طبعا غنعملوا بك هيا. إذا غنعملوا ك ثم غتبقى لنا هاد أ غنحطوها هنا ثم عندنا ناقص ها هي ثم نضع ب. اما ك فها هي معملين بها اما ك احنا معملين بها وبالتالي غنحطو فقط ب هنا الحمد لله. مثال على ذلك مثلا الى خدينا هاد العمليه ناقص 7 مضروبه في ناقص 5 زائد 8 طبعا كما تنشوفوا عندنا ناقص 7 هي اللي على برا ثم عندنا قوس وهذا القوس اللي مفتوح داخله فيه ناقص 5 وداخله فيه زائد 8 اذا ممكن اننا ننشر. الا بغينا ننشر شنو غنعملو غنديرو ناقص 7 مضروبه في هذه الاولى في ناقص 5 ها هي ناقص 7 مضروبه في ناقص 5 ثم زائد حيت غنمشيو للطرف الثاني زائد ثم غنديرو هذه في هذه حيت راه عندنا الضرب هنا عندنا جداء هنا عندنا ناقص 7 مضروبة فاش في هذا زائد هذا هما داخلين جوج في القوس. إذا لو بغينا ننشرو بغينا هاد الأعداد نفرقهم غنديرو ناقص 7 في هاد الأولى زائد حنا الفيرة ديما كاينة ها اللي غنديو عليها هنا ملي غننتقلو غنديو على هادي أما هادي راه ديما عندنا ناقص 7 في ناقص 5 زائد هادي في هادي فهمتي هادي في هادي زائد هادي في هادي إذا ناقص 7 مضروبة في ناقص 5 زائد ناقص 7 مضروبة في 8 شتي ثم غنجيو لهاد 4 عندنا 4 مضروبة ثم عندنا القوسين مضروبة فاش مضروبة في هاد الشيء كله اللي داخل القوسين عندنا هادي ناقص هادي إلا بغينا نفكوهم بغينا نفكوهم شنو غنعملو غنديرو 4.5 مضروبة في هاد العدد ثم ناقص هاد 4.5 مضروبة في 13 مضروبة في 13 إذا عندنا 4 مضروبة في 8 4 في 8 4 في هاهي 4 في 4 في 8 ناقص 4 في 4 في 13 4.5 مضروبة في 8 ناقص 4.5 نفسها نفس العدد غيتكرر هنا مضروب في 13 ثم عندنا في حساب بدون أقواس ننجز الجداءات أو الخوارج أولا وبعدها ننجز المجاميع أو الفروق.
إذا في حساب بدون أقواس ملي تكون عندنا مسألة مفتوحة الأعداد ما فيهمش أقواس، في حساب بدون أقواس ننجز الجداءات أو الخوارج أولا. بحال دابا عندنا هذا العدد اللي تنشوفونا، عندنا سبعة مفروزة بوحدة، عندنا سبعة بوحدة، ثم عندنا ناقص ثلاثة مضروبة بخمسة. كما قلت لك فيما سبق بأن هذرة تعتبر كأنه عدد بوحدو، حيت عندنا الجداء ممكن لناش نفرقوا هاد الخمسة نديوها ليه وهاد ناقص ثلاثة نحطوها هنا، بينما سبعة ممكن أننا نحطو فيما بغينا، ناقص خمسة وعشرين ممكن نحطو فيما بغينا. نعاودو هاد العملية ونحطو ناقص خمسة وعشرين هنا ونحطو هاد السبعة في جهة أخرى، فهمتي ولا؟ بينما خمسة ما نقدروش نهزوها ونحطوها ليه ونفرقوها على ناقص ثلاثة، حيت تعتبر الجداء كأنه عدد واحد، باقي لي فقط أنه تنجز، الحمد لله. وخا يكون مثلا بأحرف تترمز لواحد المجهول، التي تعتبر ذاك الجداء كأنه تجمع بين ذاك الأعداد. إذا في حساب بدون أقواس أول حاجة ننجزها هي الجداءات، وبعدها ننجز المجامع أو الفروق، الحمد لله. إذا عندنا سبعة زائد ناقص ثلاثة مضروبة في خمسة ناقص ناقص خمسة وعشرين مقسومة على 2.5 ناقص 40. إذا طبعا أول حاجة غنقوم بها هي ناقص ثلاثة، هو أننا نحسب ناقص ثلاثة مضروبة في خمسة ثم نحسب ناقص 25 مقسومة على 2.5. إذا غتولي عندنا سبعة زائد ناقص 15، شو هنا؟ إحنا قمنا بالعملية، ناقص ثلاثة مضروبة في خمسة هي ناقص 15، حيث العدد غيكون سالب، عندنا عدد سالب مضروب في عدد موجب غيعطينا ناقص 15، وزائد هي بلاصتها. ثم عندنا ناقص 25 مقسومة على 2.5، شحال غتعطينا؟ غتعطينا ناقص 10، عندنا عدد سالب مقسوم على عدد موجب غيعطينا عدد، عندنا عدد سالب مقسوم على عدد موجب غيعطينا عدد سالب، غيعطينا عدد سالب، إذا هو هذا ناقص 10. إذا غنخليو بناقص هي اللي تشوف على برا، هي ناقص، عندنا ناقص 10، ثم هادو بجوج راهما هادو كما قلنا، ناقص 25 مقسومة على 2.5، ها هي، قالت لنا ناقص 40، هي هذي اللي تشوف هنا، فهمتي؟ إذا النتيجة غتكون في الآخر هي ناقص 38، 7 ناقص 15، طبعا هذه هي الكبيرة، وبالتالي النتيجة غدي الإشارة ديال هاد العدد الكبير، عندنا 7 ناقص 15، غنديرو حنا 15 ناقص 7. وفي الاخر نحطوا الاشاره ديال هذا 15 ناقص 7 شحال؟ الا درنا 14 ناقص 7 تتبقى 7، ولا درنا 15 ناقص 7 8 غتبقى 8. اذا غنزيدوا هذه الاشاره غتولي عندنا ناقص 8، ثم عندنا ناقص ناقص 10، طبعا هي زائد 10، اذا عندنا ناقص 8 زائد 10، اذا 10 ناقص 8 شحال؟ ناقص هي 2، هي 2، ثم عندنا ناقص 40، إذا عندنا 2 ناقص 40، 2 ناقص 40؟ إيه لا يمكن، إيه لا يمكن، هذه عندك من قبل، أما دابا غتولي تمكن، عندي 40 ناقص 2، ولكن خلوا الإشارة ديال 40، إذا 40 ناقص 2 شحال؟ 38، وغنزيدوا على الإشارة ديال اللي غالب، اللي غالب هو ناقص 40، فهمتي؟ إذا غنخلو الإشارة ديال شحال؟ هي ناقص 38 كما عندنا هنا، شتيها؟ إذا درنا 40 ناقص 2 راه هي 38، ولكن حنا راه ما عندناش 40، عندنا ناقص 40، غنخلو الإشارة ديال هاد الكبيرة اللي هي ناقص، وبالتالي غتولي عندنا ناقص 38، ثم عندنا أ و بي عددا عشريا نسبيا معلومان. ياك كل متساوية على الشكل x زائد a تتساوي b أو ax تتساوي b تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، x يسمى المجهول. x هو بحال اللي قلبنا عليه قبلا، ملي حنا حطينا داك x هو عدد ركاب الحافلة، ثم من بعد حطينا y، هذاك y ولا x راه نفسو، حتى التاني اللي بغيت تسمي x سمي x، غير هو سمي الاول اكس 1 ثاني اكس 2 حيت هما ماشي نفس العدد، فهمتي ولا؟ كل واحد كيكون متغير. اه
ملي تيقولوا لنا اكس ماشي بالضروره يكون داك اكس اللي حطينا حنا. الدرجه الثانيه شنو هي؟ الدرجه الثانيه هي ملي يكون عندنا اكس هي ملي غيولي عندنا اكس اس 2، هذه هي الدرجه الثانيه. الحمد لله حنا عندنا اكس اس 1 هنا، هادشي غتعرفوه من بعد. اوابع عددان عشوريان نسبيان معلومان كل متساويه على الشكل، قال لك كل متساويه تتكتب بهذا الشكل اكس زائد ا تتساوي بي. هنا شنو عندنا؟ اوابع عددان عشوريان نسبيان معلومان، بحال هاد الحالات بحال اللي شفنا قبل كانت عندنا ا و ب معروفه، قالوا لنا ملي وصلت العيون لقينا 39 راكب، اذا هذيك 39 هي اللي عطاوهم بي. بي كنا عرفناها، اذا حتى بي هنا تيقول لك راه معلومه. شنو معلومه؟ تتكون معروفه ا كما كانت، المهم اننا تنكونوا عارفينها تتكون معطيه. الحمد لله ماشي بحال اكس، اكس تبقى مجهوله. اذا كشي جبت لكم ا و بي عددان عشوريان نسبيان معلومان. معلومان ما معنى معلومان؟ يعني انها غتكون معروفه، غتكون معطيه كرقم، غتكون بحال معلمه، غتكون معروفه، غيكونوا عاطينا عدد. وبالتالي شنو اللي غيبقى مجهول؟ اللي غيبقى مجهول هو اكس. اذا كل متساويه على الشكل اكس زائد ا تساوي بي او ا اكس تتساوي بي هيك تسمى معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. هذه ساهل تخرجها، بحال دابا اكس اش تساوي هنا؟ تتساوي بي ناقص ا، احنا لقيناها بالزربه. ثم اكس اش تساوي هنا؟ هنا عندنا الضرب، هنا عندنا الجداء. اكس اش تساوي في هذه الحاله؟ اكس اشنو غتساوي لينا هنا في هذه الحاله؟ عندنا الاولى اكس زائد ا تتساوي بي، الا بغينا نقلبوا على اكس اشنو غنعملوا؟ غنديروا ا قسما. شوف عندنا الجمع اكس زائد ا تتساوي بي، بغينا نعرفوا عدد ا. فهمتي؟ شوف شوف عندي واحد المبلغ في جيبي زدت عليه جوج دراهم هو عطيني 10 دراهم، شحال كان عندي في جيبي؟ غنديروا بي ناقص ا. صافي غدير 10 دراهم ناقص جوج دراهم غتعطيك 8، وبالتالي في جيبي كانت 8 دراهم. سهلة. ثم هنا عندنا ا اكس تتساوي بي، هنا عندنا الجودة ماشي الجمع. ا في اكس تتساوي بي، عدي 5 ضربتها في واحد العدد عطاتني 10، شنو هاد العدد؟ 5 ضربتها حيت ا راه قال لك معلومة. ا قسم بي. ها؟ ا قسم بي. شكون اللي غيتقسم على الآخر؟ ا. هي اللي تقسم على بي. 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 تقسم على ا. ها بي اللي غتقسم على ا، حيت هي الكبيرة، حيت هي ضربنا في هذه، هذه هي الكبيرة. هذه مضروبة في هذه، المفروض هذا هو اللي غيكون كبير. إذا بي مقسوم على ا. غيعطينا إكس. اللي تيهمنا هنا هاد الشكلين من الكتابة تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، تنقلبو على إكس بوحدو. أما أو بي راه عندنا معروفين، هاد إكس يسمى المجهول. يعني مجهول تنقلبو عليه، فهمتي؟ روشيرشي. عندنا مثلا إكس زائد ناقص 3.7 تتساوي 16.3، فهمتي؟ إكس زائد ناقص 3.7 تتساوي 16.3، هي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. عندنا هنا إكس زائد واحد العدد اللي هو أ تساوي 16.3 اللي هو بي. إذا هذه المعادلة هي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، والعدد 20 حل لها. شنو هي العدد 20 حل لها؟ شنو هي العدد 20 حل لها؟ يعني الحل ديالها هو 20، يعني أن إكس تساوي 20، هذا هو المقصود. شوفنا عندنا اكس، شو هنا؟ اكس زائد اش؟ اكس زائد اكس زائد فين فوقاني ولا تحتاني؟ اكس زائد ناقص 3.7 زائد ناقص 3.7 تتساوي 16.3 تساوي 16.3. اذا اكس اش تساوي مباشرة؟ إكس أش غتساوي هنا؟ تساوي 16.3 ناقص، هذي مكيناش، ناقص
3.7 حيت هادي غتمشي ليه. حنا شوف تنعتبرو هاد شو عندنا قوسين هنا تنعتبرو هاد العدد كله بحال شي رمانة ما عارفاش اشنو واسطة الحمد لله غنحطوها كما هي مادام حنا غنديوها هنا غنسبقو قدامها ناقص الحمد لله احنا جلناها سبقنا قدامها ناقص شتي دابا غنفتحوها ونشوفو شنو فيها الداخل بحال يلا غنشوفو اشنو داخلها واش ناقص والزائد فهمتي حنا راه عارفين ولكن حنا تاخذها باب المفهوم اذا عندنا 16.3 اصلا كانت لهاد الجهه اذا اكس تساوي 16.3 هي حطينا كما هي ثم ناقص ناقص زائد زائد اذا زائد 3.7 اذا شحال تساوي هذه شوفنا 16.3 زائد 3.7 ياك 3 و3 شحال 19.10 ها 3.7 3.7 و 3.7 10 يوشنا ايه ها صفر انا حسبتكوش قولي تحسبتكوش مزيان سبعة هي 10 او 1 3.7 هي شنو ها واحد نسيت منه 1.6 شحال هي 7 زائد 3 7 10 هي 10 ها صفر ها واحد هنا شحال 10 1 شو مزيان 20 شو مزيان متبقاش تقدر متبقاش تقدر شو مزيان 1.6 شحال 7 زائد 3 10 احنا حطينا صفر ها واحد احتفظنا بينا واحد وواحد شحال؟ جوج صافي بقا جبر واش 20 واش هاد الشي فيه واش هادي 20 خاص تكون ضابط الحساب لحقاش حسبت هداك الجوج ايوا ما هذا هو الزربة الزربة ديال والو إذا غتولي عندك 20 إذا إكس أش تساوي؟ تساوي 20 إكس تساوي 20 إكس تساوي 20 ياك؟ إذا شنو قالك أنا هما؟ والعدد 20 حل لها يعني لقينا 20 يعني 20 هو الحل ديالها شوفنا 5 اكس هاد المعادله الاولى هي على هاد الشكل ها هو اكس زائد ا هاد ا ممكن انه يكون طويله فهمتي اذا اكس زائد ا يقدر يكون بزاف ديال لي ا يقدر يكون ناقص 3.7 زائد 5 زائد 9 ناقص 41 ثم تساوي هذا العدد الحمد لله اذا دوك الاعداد ممكن انك تجمعهم في الاخر مع بعضياتهم ويعطيك هاد ا اللي تهمنا هو الشكل ديال المعادله دابا غيعطيوك معادله على الشكل هاد الثانيه في الجداء عندنا 5 اكس تتساوي ناقص 8.8 هي معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو اكس ما كاينش ايغريك ولا شي حاجه والعدد 1.76 حل لها اذا اللي حسبنا هذه المعادله ياك اذا اللي حسبنا هذه المعادله خاصها تعطينا شحال خاصها تعطينا 1.76 جميل لا اذا شنو غنعملوا دابا هذه شنو غنعملوا 5 اكس ها هي 5 اكس مالا 5 اكس شتساوي ناقص 8 ناقص 8.8 تتساوي ناقص 8.8 إذا اش تساوي هادي إكس اش تساوي تتساوي ناقص 8.8 إكس اش تساوي 5 في عندنا 5 إكس تتساوي هادي عندنا أ إكس تتساوي بي فهمتي عندنا هذه في هذه تتساوي هذه اذا اكس اش غتساوي هنا شوفنا عدد في عدد المفروض يكون كبر هذا مثلا حنا تنقدروا باش تعقل هذه المساله بهذا الشكل نديرو 5 قسمه ها نديرو 5 قسمه شنو غن ما بقاش نقول اش غدير خاص تكون مأكد من العمليه 8.8 قسمه 5 ما عندناش 8.8 هذا ناقص 8.8 ناقص 8.8 ناقص 8
خمسة إلى ثمانية قسمة خمسة هاكاك تكون متأكد منها إذا مقسوم على خمسة إذا إكس إيش تساوي؟ تساوي تمنية ناقص تمنية ناقص ناقص طبعا طبعا العدد غيكون سالب غيكون العدد سالب حنا غنقسمو 8.8 على 5 غنقسمو عدد عادي كانه عدد موجب ولكن حنا راه حطينا اشاره هنا النتيجه غنحطها مباشره بعد الاشاره حيت عارفين هذا العدد بانه غيكون سالب فهمتي عندنا عدد سالب مقسوم على عدد موجب راه عدد سالب اذا عندنا 8 مقسوم على 5 هي الاولى شاطرتينا عطاتينا واحد واحد في 5 5 من 8 عطاتينا 3 ثم غنزلوا 8 وغنديروا الفاصله حنا غننقصوا الفاصله غنزلوا 8 غنديروا الفاصله هنا 38 مقسوم على 5 واحد 7 في 5 ماشي 35 على الاقل غنعملوا 7 هنا 7 في 5 35 من 38 هاد 35 غنقصوا من 38 شحال تعطينا غتعطينا 3 3 3 3 غنزيدوا على صفر من عندنا ممكن اننا نزيدوا الصفر حيت كاين الفاصلة هنا كون كان عندنا عدد صحيح هذا وغنزيدوا الصفر غنديروا الفاصلة هنا ولكن حنا الفاصلة فايت لينا درناها اذا غنهبطوا الصفر ثانية ماشي مشكلة زدنا الصفر من عندنا بحال هاد المرة الفاصلة راه بحال راه كاين اصفار هنا انت عندك 8.8 شنو المقصود بها راه 8 فاصلة زيد الصفر اللي بغيتي حيت كاين الفاصلة هنا الحمد لله اذا بحال غنزلوا الصفر هنا إذا عندنا 30 مقسوم على 5 شحال 30 مقسوم على 5 هو هي 6 6 6 في 5 30 30 0 إذا هي 1.76 إذا هي ناقص 1.76 إذا إكس هي هذه إذا كما تنشوفوا والعدد ناقص 1.76 حل لا إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.